ازيكم يا جماعه؟ بصوا بقى، خلونا نبدا باكتيفيتي صغيره. قدامكم هنا في ثلاث صور، عاوزاكم تختاروا الصوره اللي شداكم وهتعملوا عليها مونولوج. المونولوج ده بيبدا بانا اسمي كذا وانا كذا، او my name is and I am. المونولوج مش لازم يبقى طويل او قصير، الطول المناسب ليكم، ومفيش صح وغلط. فدلوقتي انا هطلب من كريم يطلع وهو هيقول لنا ايه الصوره اللي اختارها، وهيفكر معاكم على المونولوج اللي هو عاوز يقوله. كريم؟ ايوه هنا. ازيك كريم؟ عامل ايه؟ ازيك كريم؟ هو المسرح مش واسع لدرجه انك معلش ما خدتش بالي. طب ممكن تقول لنا ايه الصوره اللي انت اخترتها؟ ايه الصوره اللي انا اخترتها؟ ممكن لا خليني ما هختار اللي في النص. تختار في النص؟ اه. خد راحتك كده فكر، وجمهور هم كمان بيفكروا. اوكي. في ايه المونولوج بتاعك؟ وافتكر هتبدا بانا اسمي كذا وانا كذا. بعمل اوكي. ماشي. طيب اوكي ماشي، كونت فكره كده. ماشي ممكن تشارك على طول. طيب انا اسمي هكون فايولينو، وبحب العب كمانجا جدا، بحب البس جلابيه واسعه يعني بقعد فضفاض كده. وبعدين اصحابي بالوحوش بتروح تهجم عليهم، فهم بيجوا لي عشان انا بقدر عن طريق الكمانجا بتاعتي انيمهم، اخلي تاثير الوحش يروح خالص. وواضح ان هو بدل ما بيطلع اصوات يعني مش حلوه وهو نايم، بيطلع مزيكا حسب ما انا شايف، برضو بقدر اعمل كده. واهم حاجه بقى ان انا عندي فلوس كتير قوي رميها على الارض، بدوس عليها كل يوم يعني كده في اي حته، يعني زي السجاده دي. طيب فانت اسمك هكونا فايولينو صح؟ وبتحب تلبس الجلابيه السوداء الكبيره دي عشان تبقى براحتك. بالظبط. وكمان صحابك بيقول لك عشان تنيم الوحوش اللي عامله لهم مشاكل، وانت بتعرف تنيمهم، وبدل ما يطلعوا صوت وحش بتطلع مزيكا منهم. ده حقيقي. وكمان ما ننساش حته الفلوس، دي اهم حاجه. تحب يكون عندك فلوس كتير هترميها على الارض في اي حته. ده حقيقي يا ريت. طيب جميل. طب تقدر تقول لي دلوقتي انت في حياتك، لما تفكر في حياتك، هل في يعني موقف لما يكون في مشاكل كبيره ناس بيجوا لك عشان تحل المشاكل دي؟ هو اللي بيحصل دايما انه مثلا لو في حد من صحابي عنده مشكله معينه او كده، انا يعني بطبيعتي بحب ان انا اكون اسمع، يعني بحب اقعد اسمع القصه اللي بيقولها، وبحاول قدر الامكان ان انا ممكن لو اقدر اساعده بحاجه، ممكن ان انا يبقى ليا انبوت في ده. اكيد بتساعدهم يعني زي هكونا فايولينو. بالظبط. بيقول لك صحابك بدل ما تهدي الوحوش بتساعدهم يحلوا مشاكلهم. بساعدهم. بالظبط. والفلوس ايه علاقتها يعني بحياتك؟ نفسي يبقى عندي فلوس ارميها على الارض. ترميها كده في اي حته وتدوس عليها في كل حته صح؟ يعني انا زيه في الوحوش بس مش زيه في الفلوس لسه بصراحه. ان شاء الله يعني يمكن امنيتك. يا رب. طيب شكرا كريم انك شاركتنا. شكرا. ماشي. وهنبقى نرجع للقصه بتاعتك في خلال التوك. اكيد. ماشي اوكي شكرا. طيب اللي احنا عملناه ده دلوقتي حاجه اسمها دراما ثيرابي، او العلاج بالدراما، وده ان احنا بنستخدم اساليب من المسرح زي حكي قصص ستوري تيلينج، لعب الادوار رول بلاينج، او التجسيد embodiment، كنوع من انواع العلاج النفسي. والهدف من ده ان احنا نساعد الشخص يفهم ويحتوي تجاربه الشخصيه. دراما ثيرابي ممكن تتطبق في اماكن كتيره زي المستشفيات، العيادات الخاصه، السجون والاصلاحيات، او المدارس. وممكن تساعد في حالات نفسيه كتير زي اضطراب فرط الحركه وقله الانتباه ADHD، وده ان الطفل بيلاقي صعوبه ان هو يقدر يفضل ثابت او مركز لمده طويله، التوتر anxiety، الاطفال اللي من اهل مطلقين children of divorce، العنف aggression، الاكتئاب depression، او الادمان addiction، وحاجات تانية كتير. فالدراما ثيرابي بتبقى مؤثره فعلا لانها بتستخدم عناصر اساسيه موجوده في المسرح، وده بيساعدنا نوصل للعقل الباطن بتاع الشخص، فبنقدر نساعده يتخطى المشاكل اللي بتقابله. هقول لكم على 5 من العناصر الاساسيين دول، وعلشان نفهمهم اكتر وازاي بنطبقهم هنرجع للمونولوج اللي كريم كان قاله لنا. فاول عنصر هتكلم عنه هو الدراماتيك بروجكشن، او الاسقاط الدرامي، وده ان الشخص بيسقط جزء من شخصيته على عناصر مسرحيه او دراميه. علشان كده كل واحد فيكم
فكر في مونولوج مختلف حتى لو كنتوا كلكم اخترتوا نفس الصورة. فالمونولوج بيساعد صاحبها انه يشوف اللي بيحصل جواه بنظرة خارجية. فدلوقتي لما كريم كان بيحكي لنا القصة بتاعته أو المونولوج بتاعه، كان بيحكي لنا عن هاكونا فايولينو. ولما بدأت أتكلم معاه أكتر، لقينا إنه القصة اللي هو فكر فيها في إنه صحابه بيقولوا بالوحوش يهديهم، بتعكس برضو تجربته في الحياة، إنه الناس أو صحابه برضو بيقولوا بمشاكل، هي مش وحوش بس هي مشاكل عادية، وهما بيساعد وهو بيساعدهم إنه يحل المشاكل دي. وده بيجيبنا للعنصر الثاني اللي هو إبعاد النفس والتعاطف. فإبعاد النفس هو إن إحنا مش بنحكي عن تجاربنا بطريقة مباشرة، فبنقدر نفصل نفسنا عنها، بنحكي عن حاجة خارجية بتعكس اللي بيحصل جوانا مع إننا مش متصلين بيها. أما التعاطف فدي القدرة إن إحنا نحط نفسنا في مكان شخص تاني. فدلوقتي لما كريم برضو كان بيحكي لنا القصة بتاعته أو المونولوج بتاعه، هو كان بيحكي عن صورة، الصورة دي حاجة خارجية، ولما تعمقنا فيها أكتر لقينا إنها برضو بتعكس حاجة بتحصل جواه. وبرضو إنه هو كان بيحكي بصيغة أنا اسمي كذا، أنا اسمي هاكونا فايولينو، وأنا بحب ألبس وكذا كذا كذا. فهو كده برضو حط نفسه مكان الشخصية دي اللي في الصورة بتاعته. وده بيجيبنا للعنصر الثالث، وهو لعب الأدوار والتجسيد أو role playing and embodiment. فلعب الأدوار هو إن إحنا بنلعب أو بنعيش أدوار مختلفة، وده بيحصل من خلال التجسيد، وهو إن إحنا بنستعمل جسمنا للتعبير. وده جزء كبير من أي drama therapy session. فدلوقتي لو أنا كنت طلبت من كريم إنه يقوم ويجسد هكون فايولينو وفعلا يلعب الكمانجا ويهدي الوحوش، هو كده هيكون بيستعمل جسمه للتجسيد. وبرضو ان هو استعمل صيغه انا في الكلام عن هكون فايولينو بيعمل ايه، فده خلاه كده بيلعب دور هكون فايولينو. ودلوقتي العنصر الرابع اللي هو الاشهاد او الويتنسينج. لما بيكون في شاهد على تجاربنا بيساعدنا نشوفها بنظرة أعمق، سواء الشاهد ده كان مساند support مرشد guide أو مواجه confronting. فوجود شاهد بيدي أهمية للتجربة وبيأكد أحقية الشخص في إحساسه، سواء الشاهد ده كان شخص تاني أو إنه الشخص بيشهد على تجاربه وبيدركها بنفسه. دلوقتي في المونولوج بتاع كريم، احنا كلنا كنا بنلعب دور الشاهد في المونولوج بتاعه وهو بيحكي، وانا بالاخص لعبت دور المرشد عشان بالاسئله اللي انا سالته ساعدته ان هو يشوف ويلاقي ازاي المونولوج اللي هو فكر فيه كان بيعكس حاجه بتحصل معاه في حياته او تجربته الشخصيه. واخر عنصر هو اللعب او البلاينج. لما احنا بنكون بنجسد شيء او بنالف في قصه، ده نوع من انواع اللعب، وده بيدخل عنصر المرح في التعامل مع مواقفنا الصعبه ومخاوفنا. فدلوقتي ان الدراما ثيرابي بتستخدم الخمس عناصر دول بتخليها فعاله في مساعده الاطفال ان هم يعدوا حاجات نفسيه كتير زي اضطراب فرط الحركه وقله الانتباه، التوتر والعنف. ولأن لغة الطفل الأولى هي اللعب، فاستخدامها من العناصر الأساسية بتساعدنا نتواصل معاهم، وكمان بتديهم قدرة أكبر إن هم يقدروا يعبروا عن نفسهم ويفهموا التجارب اللي هم بيمروا فيها. ويمكن من أهم التكنيكس اللي احنا بنستعملها في الدراما ثيرابي حاجة اسمها Developmental Transformations أو DVT، وده نوع من أنواع الارتجال. فيه أنا والطفل بنمثل في أدوار وسينز وسيناريوز مختلفة، وده بيتضمن ثلاث حاجات اللي هو التجسيد embodiment، الملاقاة encounter، أو التحويل transformations. فالتجسيد اللي احنا اتكلمنا عنه هو إن أنا والطفل بنستعمل جسمنا عشان نعيش شخصيات وأدوار وحركات مختلفة. الملاقاة هو إن أنا والطفل بنكون قدام بعض في نفس المكان. أما التحويل فده إن الأدوار
والسينز والسيناريوز كل شويه بتتغير. ولان احنا ناس بنحب الاستقرار وبندور عليها دايما، مع ان الحياه مش مستقره، فالدي في تي مبني على ان احنا نتقبل التغيير وعدم الاستقرار. فالحاجات دي بتحصل في حاجه اسمها بلاي سبيس، او المكان اللي احنا بنعمل فيه الجلسه، وده بيكون شيء معنوي اكتر من انه هو مادي. وكمان الدي في تي سيشن ممكن تكون فرديه او جماعيه، بس بتكون من غير جمهور. ودلوقتي عشان تفهموا الدي في تي ده اكتر، خليني احكي لكم عن طفل هنسميه آدم. آدم ده طفل عنده 10 سنين، كان عنده مخاوف كتيرة، كان بيخاف من الخطف، كان بيخاف من القنابل، بيخاف من البراكين ومن الطيارات، وساعات كتير كان بيجيله نوبات هلع أو panic attacks. ولما تعمقنا أكتر في الحالة اكتشفنا إنه العامل المشترك ما بين المخاوف دي هو الخوف من الموت. فقررت أستعمل تكنيك DBT معي. وكمان عشان تفهموا أكتر التكنيك ده، هطلب من كريم يطلع لنا تاني عشان نوريكو الجلسة كان شكلها عامل إزاي. لقيتك المرة دي. أهلاً، ويلكم باك. فدلوقتي أنت هتلعب دور آدم. ماشي، وعندك 10 سنين. 10 سنين، أوكي. ماشي، طيب جميل. ماشي، دلوقتي أنا طلبت من آدم إنه يحطني في تمثال. أي تمثال؟ طيب، انزلي على ركبك. ماشي. على كده. وطلبت منه يحط نفسه في تمثال له علاقه بيا، ومن هنا بدانا ندخل في سينز وسيناريوز مختلفه. خلينا نشوف. طيب وموقفي؟ والله ما عملت حاجه. انا ما عملتش حاجه. لا انا ما عملتش حاجه. انت اللي عملتي. مش انا، انا شفتك بعيني الاثنين. انا شفتك بعيني. لا خرجني من هنا، ما عملتش حاجه. ما فيش حد هيقف. ممكن تتفضلي تروحي تسرقي الفلوس اللي انا عايزها من البنك؟ انا اسرق بنك؟ ايوه انت اللي هتسرقي البنك. لا طبعا اكيد مش هسرق. لا انت اللي هتسرقي البنك. ما ينفعش اسرق بنك. انا خطفت كل اهلك وهموتهم لو ما سرقتيش البنك. لا 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 الا اهلي لو سمحت. ما عنديش غيرهم. ما عنديش غيرهم. لا مش اهلي. اعتبريهم ماتوا. الموضوع انتهى. ما تقتلهمش. لا ما تقتل. طب اعمل ايه؟ فلوس. قول لي اعمل ايه عشان ارميها على الارض. طيب طب هدخل الخزنه ازاي؟ هتدخلي الخزنه بالقنبله دي. خدي القنبله دي. دي هتدوسي عليها هيبقى قدامها دقيقتين وتنفجر. طب اتفضلي. لو قنبله انفجرت فيا هعمل ايه؟ هتموتي. هتموتي عادي. بس يعني انا عايز ايه الفلوس. عادي. ماليش دعوه. شكرا يا كريم. شكرا يا كريم. شكرا شكرا. فدلوقتي زي ما شفتوا من المخاوف الكتير اللي انا قلتها في الاول، ظهرت في الحته اللي احنا عملناها دي دلوقتي. كان في الخوف من الموت، كان في الخوف من القنابل، كان في الخوف من الخطف. كل الحاجات دي ظهرت في السيشنز بتاعتنا والسينز اللي كنا بنلعبها. فكل ما كانت بتظهر اكتر، كل ما كان وجودها بيقل، لانها لقت مكان امن تخرج فيه، فهوسه بيها بدا يقل، والسينز بطلت تكون على الموت، لكن بدات تكون عن حياته الشخصيه زي لعب الكوره مثلا، وده انعكس على حياته وتصرفاته خارج الجلسة. فأنا دلوقتي حكيت لكم عن الدي في تي من خلال قصة آدم. خليني أحكي لكم عن نظرية اسمها رول ثيوري. فيها بنركز على إن إحنا بنلعب أدوار كتيرة في حياتنا، زي دور الابن، زي دور المساند، زي دور الطفل، زي دور المهرج يمكن. ففي كل دور بنلعبه بنركز على احتياجات الدور ده. والكلام ده مبني على عنصر لعب الأدوار اللي اتكلمنا عنه. ومن التكنيكس اللي بتطبق النظرية دي حاجة اسمها Role Profile Cards. فيها بيكون في أدوار كتيرة بنحاول نقسمهم فئات. أنا مين؟ عاوز أبقى مين؟ مين ممكن يساعدني؟ ومين منعني؟ أنا استعملت التكنيك ده مع بنت عندها 13 سنة كان عندها مستويات عالية من العنف، وكتير قوي بتتخانق مع عائلتها، وساعات بتوصل لدرجة إنها بتضرب أو بتهدد أخواتها، فبتخلي في حالة من التوتر أو العنف في التوتر أو الاضطراب في البيت، وكمان العنف عشان كانت بتضربهم. فمن الحاجات اللي قررت أعملها معاها هو تكنيك الرول بروفايل كاردز.
فمن الحاجات اللي هي قررت تعملها هو انها تزود فئة خمسة اللي هو انا ساعات بكون. واكتشفنا انه من الادوار اللي هي بتلعبها هو دور الشخص الغاضب. فانا قررت بعد الساشن دي وبعد ما اكتشفنا انها بتلعب دور الشخص الغاضب وده بيمنحها انها تحقق حاجات كتيرة في حياتها، قررت اني استعمل لعب الادوار اللي اتكلمنا عنه علشان نفهم ايه الغضب ده. فطلبت منها تبدأ تجسد وتلعب دور الشخص الغاضب، وأنا ابتديت أتكلم مع الغضب ده عشان أفهم هو ليه موجود وبيعمل إيه. واكتشفنا إنه هو واحد من وسائل الدفاع عن النفس عندها اللي بيحميها من الناس، ومن غيره بتخاف تظهر ضعيفة قدامهم. لكن كل ما كنا بنكتشفه أكتر كل ما كان وجوده بيهدى وبيقل. فدلوقتي الدراما ثيرابي انها بتستخدم العناصر الاساسيه دي بتخليها فعاله جدا. والصحه النفسيه عند الطفل مهمه جدا لان سرعه نمو الطفل اعلى بكتير من الكبار. فاحنا دلوقتي لو جبنا طفل عنده 4 سنين وطفل عنده 6 سنين هنلاقي الفرق ما بينهم واضح وصريح ومميز. لكن لو بصينا على شخص عنده 24 سنه وشخص عنده 26 سنه هنلاقي الفرق ما بينهم مش واضح. فتخيلوا بقى لو الطفل عنده مشاكل وهو صغير ومساعدناهوش ان هو يتخطاها ويعديها قد ايه تأثيرها هيكون عليه لما يكبر وقد ايه هيكون صعب عليه انه يتخطاها. فدلوقتي الدراما ثيرابي بتستخدم اللعب اللي هي لغة الطفل الاولى زي ما اتفقنا. ففكروا دلوقتي في المونولوج اللي كنا بنتكلم عنه في اول التوك قد ايه كان بيعكس حاجه بتحصل جواكم. فتخيلوا تاثيرها عند الطفل هيبقى عامل ازاي، وهم الاطفال عقولهم ابسط بكتير مننا. فهي دي قوه الدراما ثيرابي. شكرا.